بص انا وجهة نظري في حاجه يا كريم، ان انت عندك احداث الكره سريعه جدا، الرياضه عموما، وعندك دلوقتي بقى في شركه النادي الاهلي. شركه النادي الاهلي الطبيعي طبيعي لما بيتعمل شركه كل الامور الفنيه تروح للشركه، تروح للشركه صح. اللي بيحصل عكس كده دلوقتي. انا اتمنى ان الكلام ده كله يروح للشركه بشكل رسمي، ويبتدي يبقى فيه ميزانيه، ان دايما النادي الاهلي سباق. وزي ما اشدنا ان اول ما الشركه اتعملت، وشركات مش شركه واحده، شركه الاهلي الانتاج الاعلامي، شركه الاهلي السادات، لكذا كذا كذا، حوالي 4 أو 5 شركات. اهم حاجه ان الكلام ده يبقى صح مش مسميات. فانت لما تعمل كده يبقى في ميزانيه، وبالتالي الرابطه لما تاخد دورها يبقى في رقابه ماليه على الانديه. لكن لما الاقي تصريح، وده انا اتكلمت فيه كمان بشكل عام ومش بهاجم والله، بس بقول كابتن عدلي هو رئيس شركه النادي الاهلي يطلع من يومين يقول تصريح خطير جدا، تصريحات قال 6 7 تصريحات، انا حتى في البرنامج بتاعي بتاع الراديو ما كملتهاش، قلت انا مش هكمل. تصريحات كلها ما ينفعش، تطلع من رئيس شركه الاهلي، ممكن تطلع من كابتن عدلي كاعلامي. ليه زي ايه؟ لا، قال اول حاجه ان مثلا اتكلم في موضوع موليكا، والنادي الاهلي كان عاوز يجيب موليكا و700 الف دولار كوميشن للسمسار. مش رئيس الشركه اللي يتكلم في الحاجات دي، وما ينفعش تقول الكلام ده الداخليه. ما ينفعش تقول النادي الاهلي بياخد 2 مليار جنيه فبتتقسم على 4 سنين 500 الف، ومصاريف النادي الاهلي اكبر من كده. طب انت عندك لو الرابطه اتعملت كده، يبقى انت بالتالي المصاريف اللي انت بتعملها مش من الشركه. ده غلط، صح. ده تحاسب. ما ينفعش. وبعدين ما ينفعش تيجي تقول اصل في مصاريف ساعات بتتصرف في اماكن مختلفه او اماكن مش مطلوبه. ما ينفعش تقول اصل الناس بتقول علينا احنا بخلة واحنا مش بخلة. التصريحات دي انا كابتن عدلي بحبه طبعا، بس التصريحات لا، انا ازعل. ازعل كايه؟ كاهلاوي فاهم، يعني محترف. ما هو لو انا يعني واحد محترف اداريا هبقى فاهم التفاصيل دي، 5% هبقى فاهم التفاصيل اللي بتتقال دي. تفاصيل ممكن المشجع، يعني دلوقتي المشجع اللي بيتفرج علينا يقول لا انت جاي على شركه، انت جاي على النادي الاهلي. يا عم ده في ناس قالت ان عليا ان انا زملكاوي، يعني في والله العظيم في واحد لسه النهارده. لكن انت بتعمل ايه؟ انت دايما لما بتحب حاجه عينيك بتشوف الوحش، انت الحلو بيفرحك على طول. بس انت دايما بتشوف ليه؟ بتشوف الحاجه اللي انا عاوز ابقى احسن، عاوز ابقى احسن، عاوز ابقى احسن. هو تفتكر واحنا قاعدين بنتفرج على ماتشات، يعني مثلا ماتش اهلي، وانا وحسام وامير توفيق، احنا الصحاب صحاب اخوات يعني، وعماد متعب، وقاعدين بنتفرج على الماتش، وسيد معوض وجده ووليد سليمان، واحنا قاعدين وخالد بيبو، كلنا قاعدين بنتفرج على الماتش، وشريف عبد الفضيل. هل تفتكر واحنا قاعدين مش بنقعد نتكلم ونشوف السلبيات عشان تتحسن؟ صح. بتقعد تقول المهاجم ده مش حلو، واللعيب ده مش حلو، وبتبقى زيك زي المشجع، وتقعد تزعق وتشتم وتقول لا ازاي تعمل كده وازاي تعمل كده. الناس بتبقى بتصور عشان انت ابن الاهلي، فانت المفروض تقول كل حاجه حلوه. يا كريم انت لو شفتنا انت عارف، انا بقول للمشاهد بقى، لو شفنا في الكواليس في الماتشات، وبعدين انت مطالب تروح طالع هوا وانت متعصب جدا، ومفروض تبقى هادي وبروفيشنال، وتبقى الدنيا هاديه، بتبقى صعبه جدا. في اوقات معينه بتبقى انت خلي بالك، ومش كده احنا بس في الاهلي، اهلي وزمالك وكده بيحصل الكلام ده. يعني في اوقات معينه حازم بيبقى مثلا منهار في الزمالك، احنا في الاهلي بنبقى منهارين. بس تطلع قدام الكاميرا انت لازم تبقى اول حاجه حقاني جدا، تبص على المنافس وتتكلم فيه بحق، ولازم البادي لانجوج بتاعتك او وشك لازم يبقى بتقول صراحه، فيتصور عكس عاطفتك. فيتصور بقى ان انت مش متضايق ومش متنرفز ومش متعصب، فالناس يقول لك بص ده مش متنرفز. يا عم انا مش مطلوب ان انا متنرفز، انا المفروض محترف ومحلل عشان اطلع اقول المعلومه صح، واطلع اتكلم في حاجات مش عاطفيه.